بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون. مع حلول شهر رجب الأصاب لعام 1442 للهجرة وتزامناً مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واصل الشباب والأشبال مشاركتهم الفاعلة في المحافل القرآنية تحت شعار اقرأ وارتقي، وتحت عنوان البعثة النبوية قرآن أخلاق ارتقاء. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقيمت المحافل والمجالس في المساجد والحسينيات التابعة لمكاتب المرجع الديني السيد الصرخي الحسني لتكون مكملة لما سبقها من محافل منذ العام الماضي، وشارك فيها نخبة من القراء الشباب والأشبال وأساتذة مختصين بالتلاوة وأحكامها. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. عبر العديد من المشاركين عن أهمية هذه المحافل لما تمثل لهم من ارتباط شرعي وأخلاقي وروحي مع القرآن الكريم ومنهجه القويم، ارتقاء بالفرد والمجتمع وتهذيب السلوك بالموعظة الحسنة والنصح والإرشاد والمجادلة بالحسنى. والسماء ذات واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. تعد هذه المحافل الوسيلة الأنقى لتحقيق مرضاة الله تعالى، ووفقا لوسطية الدين الحنيف والتزاما بالسيرة النبوية العطرة المتمثلة بالنبي الخاتم صلوات الله عليه وآله وصحبه وسلم، صاحب الخلق العظيم والمبعوث رحمة للعالمين.